عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في الفيديو هذه اللي نعمل فيها بناء على طلب متابع. المتابع العزيز طلب مني، قال لي كيفاش نحط فيديو في بريزنتيشن بمساعدة بايثون بي بي تي اكس. للموضوع هذايا حضرت بايثون فايل فارغ، حضرت فيديو ام بي كات، وحضرت تصويرة. التصويرة هذه شنو محلها من الأعراب؟ هي الحاجة الأولى اللي يشوفها المشاهد قبل ما ينزل بلاي، خاطر انت ديجا تبدأ مازلت ما نزلتش بلاي ترى في تصويرة، هي ذيك هي تصويرة وظيفتها. بالنسبة للفيديو دي فيديو عادي مصوره بالتليفون، في شيء معناتها جست باش نستعمله تو باش نوريكم. أول حاجة نبدأ نعمل import لللايبريز متاعي. باهي، بعد ما عملت امبورت يلزمني ساعتها نخمم يعني شنو حاجتي في الفيديو. اول حاجة يلزمني نحدد مكان الفيديو في وسط السلايد، دونك حاجتي بالقياسات. ثاني حاجة لازمني نحدد التايب متاع الفيديو، يقول قايل اني بي بي ميديا ديكا تايب منين جبتها؟ جبتها راني من الدوكومنتيشن، نمشيت ريد ذا دوكس نقطه اي او نتاع بايثون مات بي بي دي اكس، ولوشت على فيديو في السيرش، طلعت لي اني يلزمني مد تايب، وطلعت لي زاد انه الموفي حد ذاته هو زاد شيب من شيب ويت، وينطبق عليه نفس قواعد شيب ويت مع اختلافات بسيطه باش نوريكم زيد شويه. وزاد انه بعد ما نعرف بيه فهمت انه يلزمني نعمل ميديا تايب نتاعو اللي في الحالة متاعي يعني، خاطر الفيديو متاعي ام بي 4 باش يكون موفي. اذا كان انت عندك تايب اخر تولي انا عندك اربع حالات لهنا كيما تشوف. باهي اني اصلا باش ننجم توا نعمل موفي شيب يلزمني بتبيع نعمل برزنتيشن فيسا، واللي باش نحطها في سلايد يعني معين. البرزنتيشن هذيك بالطبيعة في الأخر نجي نسجلها. ونجي لهنا في وسطهم نكتب الكود متاعي، باش قلنا احنا قلنا حاجتنا بسلايد. اني راني باش ناخذ تو سلايد بلانك جوست خاطر المفيد عندي نوريكم. بكي باش نعمل سلايد فيسا، دونك عندي البرزنتيشن متاعي، ومن بعد نجي للباقة متاع سلايد ويت ونقول له اد سلايد. الاد سلايد تاخذ علينا، تاخذ علينا اللاي اوت، اللاي اوت اللي هو في الحاله نتاعي بلانك، هي منين نجيبه؟ نجيبه من البريزنتيشن، وبعد نقول له راهو هذيك فيها سلايد لاي اوت. واللاي اوت نجي بعد نعمل سكوير براكت ونعطيه الاندكس اللي حاجتي بيه، البلانك هو السيتس. باهي من بعد نجي اني نقول له كلفيد شيب هذاك اللي هو وين، اللي هو في السلايد اللي عرفت بيه ستار قبل. ومن بعد يلزمني نمشي للباقة متاع الشيبس، خاطر مرة أخرى هو زاد شيب. ومن بعد نقول له اد فيديو، سامحوني اد موفي. باه باش تاخذ علينا هذي، نمشي وكي العادة للدوكومنتيشن، نمشي للشيبس، ومن بعد نبدأ نهبطو نراو هيا اد موفي. تجي تشوف تلقاه ياخذ عليك المسار، قداش يخلي على اليسار، قداش يخلي من فوق، عرض وطول. ومن بعد ياخذ عليك بوست فريم ايمج اللي هي اللي حكيت لكم بكري، ليماج اللي انت تشوفها قبل ما تنزل بلاي. ولهنا التايب في الديفولت هو unknown، يعني من بعد هذيك باش نكتب فيها ام بي 4. نجي يعني تو هذا كله ناخذه ونحطه في القوس نتاعي. باه الانون هذي نبدلها فرد مره، ولهنا يجي المسار نتاع التصويره اللي اني حطيتها في الديسكتوب في نفس الدوسي معناتها وين قاعد نكتب اني في البايثون فايل، والتصويره متاعي اسمها اي ام نقطه جي بي جي. بهم بعد تو اني نحب نعرف ساعه بالموفي فايل اللي هو المسار متاع الموفي متاعي اللي هو ماي
underscore vid نقطة mp4 حسب ما اني نتذكر اسم فيديويا اي صحيح به. من بعد نحب نعرف كما قلت لكم قياسات الكل بالانشز به. بعد ما اني توا سي عرفت القياسات وعرفت المسار متاع الموفي ومسار التصويرة وعطيته سي التايب، توا يلزمني نزيدك ستار متاع الميديا تايب اللي رينام بكري مع الفيديو شيب متاعي. معناتها اني توا نمشي نرجع للدوكومنتيشن لهنا وناخذ هذا كله. وبعد نجي نحطو لنا ونسش به انتوما كيما تشوفوا ما فهميش لهنا تاو بريزنتيشن. نجي هنا لهنا نعمل تايتن 3 من بعد اني اسم الدوسي نتاعي فيد اندرسكور انتو اندرسكور بريس نقطة بي واي به قالي خدم. نجي نعمل لك نقع بريزنتاسيون تاعي، نجي نحلها نلقى التصويرة اللي اني حاطتها العبد يشوفها من قبل ما تنزل بلاي. ننزل بلاي يخدم الفيديو. هذا كان كيفاش تحط فيديو في بريزنتيشن بايثون وبي بي تي اكس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة.